اهلا بكم متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان من محافظة المنيا، تحديدا من الكنيسة الاثرية بقرية دلجة التابعة لمركز دير مواس. تلك الكنيسة التي يقارب عمرها 1600 سنة، وهي احدى العلامات المميزة في محافظة المنيا والكنائس الاثرية الموجودة بمحافظة المنيا، وهي توجد تحت الأرض، وهي واحدة من الكنائس المميزة والتي لها تاريخ كبير ويقصدها الآلاف من المواطنين للزيارة. بنكمل معاكم واحنا داخلين هنشوف الكنيسة الأثرية اللي هي تحت الأرض دي، كنيسة تاريخية هنسمع قصتها وحكايتها. زي ما حضراتكم شايفين الصورة، كنيسة قديمة جدا، وطبعا احنا هنسمع من اهل البيت قصة الكنيسة وتاريخها يرجع لقد ايه وقصصها وتراثها. نتعرف بحضرتك. القمص الوانس لطفي جرس، كاهن دير السيدة العذراء والأمن برام بدلجة ببرشية درمواس ودلجة. الكنيسة تحت الأرض ليها تاريخ طويل، عايزين نسمع من حضرتك. الكنيسة اللي احنا موجودين فيها دي باسم السيدة العذراء، الكنيسة أثرية من القرن الرابع الميلادي، يعني عمرها أكتر من 1600 سنة دلوقتي. والفترة دي اللي هي الفترة اللي كان في بداية المسيحية، كان معظم الكنائس بتتبني يا إما في أماكن بعيدة أو أماكن تحت الأرض علشان هربا من اضطهاد الرومان للمسيحيين. الكنيسة منخفضة عن سطح الأرض بحوالي 3 متر، وهي مبنية على نظام القبط القديم، النظام البيزنطي، نظام القبب، وفيها حوالي أكتر من 12 قبة. والكنيسة متقسمة لثلاث خوارس زي نظام الكنائس الأثرية كلها اللي في القرن الرابع والقرون الرابع. تتميز الكنيسة بأن فيها ثلاث هياكل، الهيكل الأوسط باسم الست العذراء، وفي هيكل بحري في مذبحين باسم الملاك ميخائيل وملاك غبريال، وفي هيكل من جهة القبلية باسم القديس تكلا هيمنوت الحبشي. الكنيسة هي جزء من دير العذراء الأثري اللي موجود في دلجة. دلجة جزء من إبرشية درمواس دلجة اللي تابعة إداريا لمركز درمواس محافظة المنيا. دلجة كقرية كان لها تاريخ طويل في المسيحية، كان فيها أكثر من 24 كنيسة، فيها أكثر من دير حسب المؤرخين الأوائل زي المقريزة والمكارب، كل دول كتبوا عن كنائس وأديرة دلجة. الكنيسة الأثرية الوحيدة المتبقية هي كنيسة العذراء اللي احنا موجودين فيها. تتميز الكنيسة كمان ان هي عصرت احداث مهمة جدا في تاريخ الكنيسة القبطية والأرثوذكسية عموما. الكنيسة هنا اتربى فيها القديس البابا ديمتريوس الثاني، البابا رقم 111، احنا الثاني البابا 118 قبليه بسبع باباوات من دلجة، من هنا البابا ديمتريوس الثاني اتربى فيها، تعمد فيها، اترسم شماس فيها وخرج من هنا. يعني البابا ديمتريوس دلجاوي عاش في الكنيسه دي، عاش في الكنيسه دي واتربى فيها من هو كان من هو طفل، من هو طفل مسقط راسه هنا في دلجة. تمام. وطلع من هنا على دير ابو مقار واترهب باسم الراهب ميخائيل المقالي، وبعد كده اتولى الكرسي البابوي في الفتره اللي كان فيها عهد الخديوي اسماعيل وافتتاح حفل قناه السويس، وهو اللي حضر حفل افتتاح حفل قناه السويس الاولانيه، ودي حاجه مهمه في التاريخ يعني المصري عموما وفي تاريخ الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. برضو الكنيسه هنا بتشهد شخصيه او شهدت على شخصيه مهمه جدا كان اصلها من دلجه هنا، قديس معروف في الكنيسه القبطيه القديس الانبا ابراهام اسقف الفيوم والجيزه، اللي في دير كبير باسمه دلوقتي في منطقه العزه في الفيوم. هو اصلا مسقط راسه برضو هنا من دلجه، اتربى هنا وعاش هنا، اتعمد في المعموديه الاثريه الموجوده هنا، وترسم شماس هنا، وخرج من هنا على الدير المحرق
العامر واترهبن فيه باسم ابونا بولس وبريان الدلجاوي، وخرج من دير المحره لدير براموس، ومن هناك اترسم اسقف باسم الانبا برام، اسقف في يوم الجيزه، وشخصيه معروفه بحب العطاء والفقراء والمساكين. الشخصيتين دول من اولاد الكنيسه اللي احنا موجودين فيها، من اولاد قريه دلجه مركز درموس. فيعني كنيسه قديمه وفيها احداث يعني كثيره جدا جدا، وحاليا هي لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها نشكر ربنا الكنيسه القائمه بيتم فيها الصلوات الطقسيه والصلوات الكنسيه، وشعب الكنيسه بيعتبرها مكان مقدس وليه هيبه وسط الدير كله بسبب قدمها وشكلها وطبعها الاثري والروحي المتميز. يعني رب المجد يسوع وست العذراء ويوسف النجار باركوا كل ارض مصر. وطبعا في نقاط واضحة ومحددة في منطقة منلاوي جنبنا وفي منطقة ديروت بعدنا، فأكيد من منلاوي بين ديروت أكيد حصل مرور، بس إحنا مش مثبت عندنا تاريخيا ولا مؤرخ المكان بالظبط اللي تم فيه المرور في الأرض بتاعتنا هنا. ولكن يعني معظم كنائس الأقباط في فترة كبيرة كانت باسم الست العذراء، لأن هي لها يعني دالة وقيمة وشفاعة عند كل المسيحيين الأقباط وطبعا اكيد عند كل المسلمين. حضرتك قلت لي ان كم قبه؟ اكتر من 12 قبه. اكتر من 12. العمدان بتاعتها مبنيه من ايه؟ او الحوائط بتاعتها مبنيه بايه؟ هو الكنيسه ولا دي محفوره في الصخر؟ الكنيسه الطراز الاثري بتاعها مبني اصلا على عمدان ونظام الجملون او نص دايره، وبعد كده بتكمل بالقبه. في فترة معينة حصل توسيع للكنيسة في فترة تاريخية معينة، ففي جزء منها واقف على أكتاف مبنية بالطوب، وفي جزء منه مبني بالعمدان الرخامية. العمدان الرخامية زي العمدان اللي حضرتك شايفها كده قدامك دي واقفة عليه. عشان كده بنقول ان الكنيسه لها تاريخ، يعني هي ما اتبنتش بالمساحه دي كلها مره واحده، كان فيها اجزاء وتم التوسيع فيها، وطبعا 1600 سنه اكيد مر عليها احداث كثيره يعني، وحصل فيها توسعات وتغييرات في الانشاءات بتاعتها. احنا معاكم بنكمل ان احنا نشوف الكنيسه من جوه. الكنيسه دي تحت الارض، يعني من ضمن الكنائس المعدوده في مصر ان هي موجوده تحت الارض، عمرها 1600 سنه. ابونا هيتحرك معانا يعرفنا الكنيسه، وده مكان التوسعه وده المكان الكنيسه القديمه، هيعرفنا. اتفضل. دي اللي احنا فيه موجود، ده المسبح الرئيسي في الكنيسه باسم السيده العذراء مريم، وده هو المكان اللي يقام في الصلوات معظم ايام السنه، ده المسبح الرئيسي. في عندنا برضه في مسبح جانبي، ده مسبح باسم القديس تكلا هيمنوت من قديس الكنيسه الحبشيه الاثيوبيه. برضه في جزء مهم جدا في الكنيسه، اتفضل، اللي هو المعموديه الاثريه. المعموديه جزء مهم في عقيده الكنيسه وفي ايمان المسيحيين، والانسان اللي بيتولد ما يعتبرش مسيحي غير بعد ما بيكمل 40 يوم الولد او 80 يوم للبنت، وبيجي ابوه وامه بيعمدوه عيد الاب الكاهن. المعموديه دي عمرها من عمر الكنيسه. المعموديه دي عباره عن جزء من الحجر موجود في بطن الحيطه او الحائط في المكان الطقسي حسب عقيده الكنيسه في الناحيه الغربيه البحريه. والمعموديه دي عمرها من عمر الكنيسه 1600 سنه. المعموديه اتعمل فيها البابا ديمتريوس الثاني رقم 111، اتعمل فيها القديس الانبا برام اسقف في يوم الجيزه، من الشخصيات القبطيه المشهوره جدا في التاريخ القبطي في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. دي تعتبر من اهم الحاجات اللي في الكنيسه. اتفضل. ده جزء مهم جدا في الكنيسه، كنيسه العذراء، وده اسمه العمود الباكي. هو عمود من الرخام، الرخام القايم جدا المرمر. العمود ده موجود من ايام الكنيسه ما اتبنت، من 1600 سنه، من عمر الكنيسه. العمود ده دي يعني قصه مشهوره قوي هنا في تاريخنا وفي تراثنا، ان دايما الاجداد واجداد الاجداد كانوا يورثوا من جيل لجيل ان العمود ده في يوم الجمعه العظيمه في وقت الساعه السادسه كان دايما بينضع زيت. يعني ليه قيمه
في وجدان الشعب القبطي هنا في دلجة، وبيعتبروه بركة كبيرة جوه الكنيسة، ويعني يعتبر من أهم أجزاء الكنيسة اللي موجودة لغاية دلوقتي. هو العمود بيسموه حتى العمود الباكي. شكرا. الراجل ده كنا معاكم من داخل كنيسة السيدة العذراء، وكان معانا حوار شيق. هنا التاريخ، هنا الكنيسة القبطية، هنا صنع التاريخ في مصر. كنا معاكم من محافظة المنيا، وكان معاكم حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع بمحافظة المنيا.